ذهب النظام شهر الدعاء يا فرحة قلب العيد جاء عيد المحبة والتبسم للمسلم يدعو لمسلم وقلوبنا لله تسلم والأرض تفرح والسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم العيد، عيدكم مبارك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة والصلاح والعبادة، وأن يصلح إلينا وأن يغفر لنا ذنوبنا. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ محمد الكردي، أهلا ومرحبا شيخ الكريم. أهلا وسهلا بكم، كل عام أنتم بخير وجزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم، وأهلا ومرحبا. اسال الله عز وجل القبول. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا كنا قبل الفاصل معنا فضيله الشيخ شعبان درويش، واسال الله عز وجل القبول، والان معنا فضيله الشيخ محمد الكردي، اسال الله عز وجل ان يحفظهم جميعا وان يحفظ جميع مشايخنا وعلمائنا، وان يحفظكم ايضا ايها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. الكثيرون ربما يقولون انا اصلي واصوم واعبد ربنا عز وجل واقرا القران واحافظ على صلاه الفجر وعلى القيام وعلى التهجد في رمضان، ولكن في العيد وبعد العيد وبعد رمضان تحصل نوع من انواع الانتكاسات والعياذ بالله. الشيخ الكريم يقول لك انا بطلت اصلي الفجر، انا بطلت اقوم الليل، بصلي على سطر رصيب سطور، انا وهو نفسه الشخص ما بيبقاش عارف ليه، يعني هو بيبقى عنده نوع من انواع طب انا كنت انسان وبقيت انسان وعايز يرجع ومش عارف فين المشكله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذه الإشكالية التي يعاني منها الكثيرون هي راجعة لحالة من الفتور تصيب الإنسان لأسباب، وأنا أذكر قول سيدنا علي بن أبي طالب: ألا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. مسألة القبول هي اللي بينبني عليها العمل بعد رمضان. يعني تعلم جيدا أن الحسنات يجر بعضها بعضا والسيئات يجر بعضها بعضا. المفروض أنا بعد رمضان كنت بصلي بصوم بقرأ قرآن قيم الليل بدعو بتصدق إلى آخره، المفروض بعد رمضان يبقى حالي مستمر. إيه اللي بيخليني أنزل؟ هناك خلل إما في القصد والإرادة وإما في الخضوع والرجاء. القصد والإرادة المقصود به الإخلاص، هل كان عملي في رمضان فيه إخلاص فعلا؟ هل كنت أتحرى حالة القلب وحالة النفس عند القيام بأي عمل سواء كان الصيام أو صلاة أو تلاوة القرآن أو كذا أو كذا، ولا كنت تارك لنفسي الحبل على الغارب؟ بمعنى ربما يحدث مني رياء، ربما يحدث مني تظاهر أمام الناس، ربما يحدث مني عمل بحالة غياب القلب ونوم الفؤاد، ولا كان فيه إخلاص وحضور قلب؟ هذا هو القصد. إذا كان قصدك وجه الله تبارك وتعالى في العمل فإن الله تبارك وتعالى يقبل هذا العمل ما دام العمل ده من السنة. احنا عارفين أن الله لا يقبل من العمل إلا أصوبه وأخلصه، فإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. بمعنى لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. بمعنى خالصا يعني أعمل العمل لوجه الله، لا ليقال عني صائم ولا قائم ولا تالي ولا كذا، إنما أعمله لوجه الله. وصواب يعني وفق السنة، مطابق لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. فإذا كان العمل خالصا وكان صوابا قبل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما إذا لم يكن خالصا، هي دي الإشكالية،
أنا ممكن أصلي وأصوم وأذكر الله تبارك وتعالى وأعمل كل ده وليس هناك إخلاص، وليس هناك حالة يقظة القلب في الإقبال على الله وقت العمل. الواحد لازم يجاهد نفسه حينما يقوم بالصلاة ويقوم بالصيام ويقوم بالذكر، فيجعل هذا العمل خالص لوجه الله، ويخشع في صلاته ويخشع في ذكره ويخشع في تلاوته القرآن ويخشع في صيامه لله تبارك وتعالى، حتى يكون هناك حالة حضور قلب على إثرها يتطهر القلب من كل الأضرار السابقة، فيصيب القلب حالة من الأنوار والأضواء والانفساح والانشراح بالطاعة. يجي بعد رمضان حالة القلب حالة صحة وعافية، هيلاقي نفسه مستمر في الطاعة طبيعي، الحسنة تجر وراءها الحسنة. أما إذا كان حالته في رمضان هو يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ولكن قلبه في واد وهو في واد، عمال هو هدفه أن يأتي إلى آخر السورة، وهدفه أن يصل إلى آخر اليوم، وهدفه أن يتم الصلاة خلف الإمام وخلاص وانتهت القضية على كده، دون أن يكون هناك خشوع قلب، دون أن يكون هناك تدبر للمعاني، دون أن يكون هناك تأثر بالصيام، تأثر بالصلاة، بكاء بين يدي الله إلى آخره. فتبص تلاقيه يجي آخر النهار وآخر رمضان ويطلع من رمضان ما عندوش أي إقبال على الصلاة، لأن هذه الطاعات لم تؤثر في القلب، لم تطهر القلب، لم تشرح القلب، لم تنير القلب، لم تفتح القلب لاستقبال انوار الايه الوحي. نعم. فيبقى حالته بعد رمضان ايه؟ بينام عن الصلاه، ماشي في ما بيفكرش في الصيام، ما بيفكرش في الذكر، خلاص ركن المصحف على جنب. خدت بال حضرتك؟ فهي كده يعني لكل عمل شره ولكل شره فتره، فخيركم من كانت فترته الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتره اللي هي الايه؟ الاستقرار بقى. شره اللي هو الاندفاع، في اول رمضان كلنا مندفعين، الله رمضان جه نصلي ونصوم، اول فجر في رمضان تلاقي المسجد ممتلئ، ما تلاقيش مكان بقى بره المسجد ممتلئ. خدت حضرتك الان من اول ايام العيد للاسف؟ لا، ده هو بعد بعد العشر ايام الاولى كمان لا يصلي الا من كان يصلي قبل رمضان. خدت حضرتك؟ فين الزحمه الكتير اللي كانت؟ هي دي بقى القضيه، راحوا فين؟ عزلوا. هي دي الشره، هي دي الاندفاع، هي دي الاعجاب بالعمل. دخلت العمل وانت مش داخله بقلبك، انما انت فرحان عشان جه رمضان، شهر العباده وشهر الطاعه، فصليت وصمت وعملت كل الكلام دوت والقلب ليس بحاضر. تبص تلاقي بعد كام يوم بقيت تكسل عن صلاه الفجر، بقيت تكسل على صلاه الصلاه في جماعه، بقيت تكسل عن فتح المصحف، بقيت تكسل عن الذكر، حتى ياتي اخر رمضان خلاص ما حتى لا تدرك حتى يعني ايام ليله رمضان. في ناس ليله القدر العشر ليالي اللي هي فيها ليله القدر، اسال الله ان يكون قد يعني كتب لنا جميع وجميع المسلمين ليله القدر، امين يا رب العالمين، ينشغلون بالشراء والبيع والكعك والبسكويت وهدوم العيد والاسواق تمتلئ والمساجد ربما يعني تفرغ شيئا. لو انه لو انه كان مقبلا على الله بقلبه في العشر الاوائل أو العشر الأواسط، من شغل في العشر الأواخر بالكحك والبسكويت واللبس وكلام من ده، ده قولا واحدا. ما أنا زي ما بقول لك، إذا جاء إلى القلب أو دخل إلى القلب أنوار الطاعة لا يمكن أبدا يعني ينفك من لذتها في الأيام الأخيرة. بل أن أقول مثلا الأخت اللي جات لها الدورة أو النفاس أو يعني عذر ما لإنسان مريض أو سافر، فيعني يعني حصل منه مثلا ما قامش الليالي الاخيره لهذا السبب الشرعي. طيب هل ده ضاعت عليه القدر؟ ابدا، بل انه عمله الذي كان مستمرا من اول الشهر يجعل الله له نصيب ان شاء الله تعالى في ثواب ليله القدر وبركه ليله القدر. نعم. والذي كان مهملا يعني كان في اول الشهر مقبل على بيروح يصلي ويصوم لكن مش مقبل بقلبه، يجي على اخر الشهر ما عندوش همه انه يحضر العشر الاواخر ولا حتى الليالي الوتريه ولا ليله القدر، ولو حضر ليله القدر عايز ايه اسمه حضر ليله القدر. وليله القدر لا تحصل ابدا لانه قام ليلتها، انما هي حصيله عمل طول الشهر ان لم يكن طول العام. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المقبولين. امين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، طبعا انا يسعدني دائما ان انا اسمع صوتكم
واصوات المشاهدين واخواننا واخواتنا المسلمين والمسلمات طبعا بمداخلاتهم حتى بالتهنئه، ولو في سؤال استفسار احنا معاكم، اسال الله عز وجل القبول وعيدكم مبارك. شيخ الكريم، نسال الله عز وجل ان يكرمنا بالعمل الصالح. الباحثون عن ليله القدر في رمضان، يعني الله عز وجل ينزل في كل ليله نزولا يليق بمقامه، هل من داع فيستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك في كل ليلة. فالحمد لله نحن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام عندنا في كل ليلة ساعة استجابة، وقت استجابة، وقت تتنزل فيه الرحمات من الله عز وجل. فلماذا يتكاسل كثير منا عن هذه اللحظات وهذه الساعات التي فيها هذه النفحات الربانية؟ لأن هذا توفيق من الله وسداد. القضية مش قضية كسل. الموفق من وفقه الله، وليس مجرد ان انا اتحين هذه الساعة فاقوم فادعو. يعني كما قال سيدنا عمر بن الخطاب، انا لا انشغل بالقبول او باجابة الدعاء، انما انشغل بالدعاء ان يوفقني الله لرفع يدي فاقول اقول يا رب يا رب. فاذا وفقت لهذا فاعلم ان الاجابة معه، فإن الرب تبارك وتعالى من كرمه وجوده لا يرد يدي سائله صفرة أي فارغتين. فليه الناس أو ليه أنا باجي في الثلث الأخير بنام أو أضيع وقتي فيما لا فائدة من ورائه؟ لأن مفيش توفيق، والتوفيق إنما يأتي بسبب ممارسة الطاعة والمداومة عليها طيلة اليوم، وإن أنا عندي شوق لقاء الله تبارك وتعالى. هذه الجارية التي باعها صاحبها لقوم فجاءت في منتصف الليل توقظهم، تقول لهم يلا اصحوا الصلاة الصلاة يا أهل البيت الصلاة، فقالوا أذن الفجر؟ هل أذن لصلاة الفجر؟ قالت لا، أولا تصلون إلا الفجر؟ أولا تصلون إلا الصلوات المكتوبات؟ فهي استغربت، وكانت عند الحسن أو غيره، وكانت يعني تقوم الليل كله أو تقوم نصف الليل الآخر، فهي دربة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. أما الذي لم يدرب على هذا ولم يوفق لمثل هذا، لا يمكن بحال من الأحوال أن تجده في هذه الساعة مستيقظا. الحب والقلب عندما يتعلق بمحبوبه وبمن يحب، هل هذا صحيح أن الإنسان إذا كان يحب الله عز وجل حب حقيقي. يعني ما يبقاش حقيقي، ما يبقاش كلام بقى، أنا بحب ربنا، أنا بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، أنا بحب الإسلام، بحب القرآن، لكن هو يقول بلسانه وليس بقلبه، ومحل الحب القلب. بص يا سيدي، هذا القلب الشغوف هو اللي هيقبل على الطاعة. أول حاجة، الناس عندها خلط في مسألة الحب بالذات. هو الكل يظن الحب ده هو عبارة عن ميل القلب عاطفيا لمن أحب. قسوة مش عارف مين لا 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 لا، مجنون ليلى. هذا لا يقصد أبدا في الإسلام. مقصود الحب في الإسلام هو متابعة المحبوب والعمل في خدمته. حتى كل محب لامرأة، لو واحد بيحب زوجته، هو حب زوجته جه في قلبه ازاي؟ عشان صورتها الجميلة، ولا عشان قوامها الممشوق، ولا عشان فلوسها، ولا علشان كذا وكذا؟ ابدا، الحب جاء من حسن خدمتها له، فهي دائما حسن التبعل يعني يعني هي دائما عينيها على زوجها، مجرد بس ما يلتفت كده لزجاجة الماء تقوم تجري تجيب ازازة الماء وتصب له. هي محبة من غير ما يقول، من غير ما يقول لها انا عايز اشرب، وتهتم بملابسي، وتهتم بشقتي، وتهتم باكلي وشرابي، ووقت نومي، ووقت فراغي، ودخوله وخروجي الى اخره. هذا الرجل لابد ان يحب هذه المرأة حبا جما، لابد، وان لم يحبها سيكرمها لأجل تفانيها في خدمته. وهي بتخدمه ليه؟ هي بتخدمه حاجة من الاتنين، يا إما إن هي بتحبه حقيقة زي ما بيقولوا من أول نظرة، وإما إنها بتتحبب إليه. إحنا عايزين النقطة بقى دي. أنت تحب الله، فأين طاعتك له؟ أين خدمتك له؟ فليزعم المرء ما شاء من الحب، انا بحب ربنا، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بالظبط كده، تزعم حبه. هو ده هو ده، هذا لعمري، تعصي الاله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. ان كان حبك صادقا لا اطعته، ان المحب لمن يحب، من يحب مطيع.
شوف محبة الأنبياء كلهم لله تبارك وتعالى كانت متمثلة في إيه؟ متمثلة أنهم يبذلون كل غال ونفيس في تحقيق أوامر الله تبارك وتعالى وإقامتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويعبر أن هذا هو معنى من معاني الشكر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هناك أثر عن سيدنا موسى عليه السلام يقول يا رب من قبلك قمت للصلاة، من قبلك أطعمت مسكينا، من قبلك قمت بأداء الرسالة، فكيف أشكرك؟ قال الآن أنت شكرتني يا موسى. الاعتراف أن الله سددك ووفقك وهداك هذا نوع من الشكر. أيضا القيام بالخدمة هذا حب، وإن وجدت وحشة في قلبك في أول الطريق فإن الحب سيأتي تباعا في القلب، ويعني هذا الحب سيرتقي بك إلى أن لا تستطيع أن يجافي أو يأتي النوم إلى جفنيك في وقت السحر، لا يمكن، هتبقى في وقت السحر صاحي كده تروح تنام في السرير وتغطي نفسك وتحاول تنام مش عارف تنام. ما الذي يشغل قلبك ويشغل فؤادك ويسهر ليلك؟ إن القلب يناديك أن تقوم بخدمة من تحب. ما ينفعش تنام في الوقت ده والرب يناديك هل من سائل هل من مستغفر إلى آخره. إذن الحب هنا ليست عاطفة، الحب خدمة ومتابعة. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ده الآية دي نزلت لمين؟ ابتلاء لليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وابتلاء للنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الله محبة. ونزلت ابتلاء للمشركين الذين يقولون نحن خدام وسدنة بيت الله تعالى وخدام حجاج بيت الله، وأن كل هذا يدل على محبتنا لله، فابتلاهم الله بهذه الآية. إذا كنتم بحق تحبون الله فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا المحبة ليست كلاما وليست عاطفة جياشة في القلب يعبر عنها اللسان بالأنغام وبالشعر لا، الحب خدمة للمحبوب وطاعة له. ليس العبرة أن يعني كلنا يقول أنا أحب الله أنا أحب الله، إنما العبرة بمن يحبه الله. يعني هو ربنا بيحبك، يعني أنت بتقول أنا بحب ربنا، لكن هل الله عز وجل يحبك ويحب عملك ويحب قربك؟ هقولك إمتى بيحبك. إمتى؟ إذا أقامك حيث أمرك فهو يحبك سبحانه. ولذلك أحد الصالحين وجد امرأة تتعلق بأستار الكعبة وتقول أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. فقال لها يا أمة الله قلي أسألك بحبي لك إلا غفرت لي. قالت إليك عني يا بطال، لولا حبه لي ما دعاني إلى بيته. الله أكبر الله أكبر. ثاني ثاني وثالث كلام جميل. هي بتقول إيه؟ بتقول اللهم إني أسألك بحبك لي. الله إيش عرفك إن ربنا بيحبك؟ ما هو ده سؤال هذا الشيخ لها، بيقول لها ليس هكذا، قولي اللهم إني أسألك بحبي لك، لأن الإنسان بيتوسل إلى الله بعمله الصالح الطبيعي، لكن هي تتوسل إلى الله بحب الله لها. الله إيش عرفك إن ربنا بيحبك؟ فقالت له إليك عني يا بطال، أنت ما أنتش فاهم، ده الحقيقة أنه لولا حبه لي ما دعاني إلى بيته. فإذا وجدت نفسك مدفوعا لطاعته، محبا لقراءة كتابه، قائما بين يديه تصلي، ذاكرا له في كل وقت، محبا للفقراء والمساكين، قائما على حاجاتهم، صابرا على ما يصيبك من أذى وألم من زوجك أولادك جيرانك إلى آخره، فاعلم أنه يحبك، فاعلم أنه يحبك. عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. العبرة أو ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. وانظر كيف بدأ بقوله يحبهم قبل يحبونه. اللي ذكرتني بالشيخ العفاني الله يشفيه ويعافيه يا رب. أمين. كان دائما يذكر هذه المقولة الطيبة. نعم. ليس الشأن أن تحب
وإنما الشأن أن تحب. أن تحب. وقلت لك أهو. يشفيه ويشفي كل مريض. آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. وأنا قلت لك دليل محبته لك أن يقيمك حيث أمرك. هذا دليل محبته. لكن تعالى واحد يعني قاعد بينغم وبيضرب عود وبيغني وبعدين يقول لك إيه ده أنا بموت. ده انا بحب ربنا جدا. ده غير بقى انا بقول لك دي موهبه وربنا اداها لي وانا كده موهوب وفنان. استاذ السلاء السلام عليكم من الاسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام. الله يسلمكم. انا داخله عشان اقول لكم كل عام والامه الاسلاميه في مشارق الارض ومغاربها على طه بالقران وسنه العدنان صلى الله عليه وسلم، ونور وبهجة وسرور وأمن وأمان وسلم وسلام وحسن ختام بإذن الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. الله يرضى عنك. جزاك الله خيرا يا حاجة سناء، وأسأل الله عز وجل أن يسعدكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم أمين يا رب العالمين، وتقبل منا ومنكم رمضان والعيد. والعيد عبادة شيخي الكريم. نرجع تاني لموضوع الحب لأنه موضوع مهم جدا. لأن مسألة أن كل يدعي وصلا بربه وبيقولوا بليلة، لكن خليها بربه. ربنا سبحانه وتعالى ينادي جبريل في السماء، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه أو فأحببه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. نعم. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني لو كل واحد منا يتخيل نفسه هذا هو العبد الذي ينادي ربنا عز وجل في عليائه أمين الوحي جبريل عليه السلام إني أحب فلانا. فلانا ده ممكن أكون حضرتك، عبد من عباد الله، أما من إماء الله، مسلم من هنا أو من هناك، أيا كانت حالته. لو هو تخيل نفسه هذا الرجل أو هذا المحبوب، كيف يكون حال قلبه؟ لا شك أن الإنسان إذا علم أن الله يحبه سيطير فرحا وشوقا لربه. نعم. لا شك، لا شك في هذا. لكن هنا القضية يعني زي بقول لحضرتك الحديث ده برضو بيحط نقطة مهمة جدا في محبة الله للعبد، هو أن يضع له القبول في الأرض. الله. القبول في الأرض برضو هذا نوع من أنواع الدلالة على ان الله يحب هذا العبد. دي علامه. طبعا علامه ان ربنا لو علامه. طبعا. وخلي بالك لابد من ضابط هنا في مساله القبول. ما هي الفاسق يحبه اهل الفسق، نسال الله العافيه، والفاجر يحبه اهل الفجور. خدت بالك؟ واهل الدنيا يحب بعضهم بعضا، لكن اهل الدين يحبون اهل الدين، بل وأهل الفسق والفجور يحترمون ويقدرون أهل الدين. وهذا من القبول. على الأقل أن أهل الفسوق والفجور يستحيون أمام أهل الدين أو المتدين أو الملتزم أن يأتوا الفواحش أو المحرمات، يقدرون هذا، وهذا من قبول الله تعالى العبد. بلاحظها في بعض الشباب ومندهش. ممكن الشيخ محمد الكردي معدي كده، وواحد يعني وان كانت المعصيه يعني ممكن تكون حد بيعملها وفاكرها عادي، يعني بيشرب سيجاره والعياذ بالله عافانا الله واياكم، وتلاقيه اول ما يشوف فضيله الشيخ محمد الكردي يقوم داري السيجاره ورا ظهره يقول له السلام عليكم يا عم الشيخ ويعمل كده. هذا دليل. وانت تبقى شايفه بيشرب السيجاره انت مستغربه، يعني هو مش مستحي من ربنا ومستحي من العبد. يعني لا لا، هذا دليل القبول، هذا دليل ان ربنا يقبلك. انه جعل في قلب هذا حياء منك لتدينك. خدت بال حضرتك؟ ما هو واحد تاني متدين او اتنين تلاته غيرك ممكن يعدوا عليه ولا هو هنا. هتقول لي علشان ده هو عارفني؟ لا، مش شرط. مش شرط انه يكون عارفك. كم من اناس راينا منهم هذا. فانا عايز اقول ان القبول ده بيقع في الارض سواء من المؤمن وغير المؤمن. من المؤمن هذا قبول بفرح وشوق وذكر الله تبارك وتعالى، ومن غير المؤمن أقله أن يستحي أن يأتي أمامك ما كان يأتيه أمام الناس. خدت بالك؟ وأن يقع في ذنب أمامك كما كان يقع به أمام الناس. هذا نوع من أنواع القبول لله تبارك وتعالى لهذا العبد. جزاك الله خير. خليني أروح الناحية الثانية، أن الإنسان الذي يعصى الله عز وجل هو يدعي محبته، وجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه
ربنا يعافينا. يعني هو استحى من فلان واستحى من الشيخ فلان ومن الاستاذ فلان ومن ابيه ومن امي، اذا كان فطرته سليمه، لان في ناس متبجحون نسال الله العافيه الا من رحم ربنا عز وجل، ربما يتباهى بالذنب والمعصيه تحت اي مسمى وتحت اي شعار. نسال الله الهدايه لنا جميعا. من معنا؟ الشيخ احمد عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله وبياك يا شيخنا. كل عام انتم بخير. وياك يا حبيبي، الله يرضى عنك. اتفضل. شيخنا الشيخ محمد الكردي حفظه الله. الله يبارك فيك ويحفظك ويرفع قدرك. ونفع به. تقبل الله منا ومنكم. يعني اسمحوا لي بمداخله سريعه كده لانال يعني الشرف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يوما فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين. فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب. قال لما؟ قالوا إذا فترت في العبادة جذبته. فقال الرحمة المهداة الله يرضى عنك. عاود الاتصال يا فضيلة الشيخ أحمد، نحب سماع صوتك وأنت حبيب إلى قلبي، أسأل الله أن يحبك. آمين يا رب العالمين. نعم، جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، نسأل الله العافية. فعلا واحد بيندهش، يعني أنت بتحب ربنا وبتعصيه، تحب ربنا وتبارزه بالمعصية وربما تستحي من العبد. بص يا سيدي، العصاة أصناف. المتبجح اللي حضرتك قلت عليه أو المبارز لله بالمعصية ومجاهر بها، هذا لا أظن أنه يدعي محبة الله تبارك وتعالى، خدت بالك؟ فهو يجاهر، وإذا قلت له لما تفعل هذا يقول يعني أنا هخاف منك ومش هخاف من ربنا، أستحي منك ومش أستحي من ربنا، فهو عديم الحياء لله وللناس. معايا؟ وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يعصي الله تعالى يستره الله ثم يصبح فيقول فعلت البارحة كذا وكذا. يبيت الله. يستره الله ثم يفضح نفسه. فهذا لا، ده هذا لا يدعي محبة الله. ده لا يدعي. ده لا يدعي محبة. ده ربما هناك واحد. فعلا من العصاة من يدعي محبة الله. وهو هذه النوعية مهمة، لأن في كتير هنضرب بيها مثلا بيحب ربنا. بس بعد هذا الاتصال اسال الله عز وجل ان يحبك شيخي الكريم. امين. امه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه حضراتكم طيبين. وحضرتك طيبه يا فندم. اتفضلي. ربنا يتقبل ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. والقيام وكل هذا. امين. للاسف من بعد اذن حضرتك عايز اسال سؤال ممكن؟ فضل. نعم اتفضلي. حضرتك في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان من صام السته من شوال كانه صام الظهر كله. لا حديث مع رمضان. من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر كله. نعم. صح كده؟ نعم. طب انا دلوقتي بس حضرتك كنت عايزه استفسر في حاجه، يعني نعم. دلوقتي اذا انا صمتهم ان شاء الله اصومهم الاول ولا القضاء الاول؟ تمام. دي حاجه. سؤال جيد. الحاجه الثانيه انا والدي. نعم. سؤال جيد. حاجه ثانيه كنت عايزه اسال حضرتك عليها، اذا انا صمتهم لوالدي رحمه الله ففعلا بيبقى نفس الاجر اللي برضو ان هو سته من شوال ولا بيبقى صيام عادي تطوع يعني؟ وافادكم الله ومشكره جدا جدا وجزاكم الله كل خير عنا. في امان الله يا اختنا الفاضله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله وياكي خير. اللهم امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم. الحاله الثانيه اللي هي العاصي بقى الذي يحب الله، كان رجل يضحك النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كان يعني عنده طرفه، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحب ان يعني يجلس معه يضحكه وهكذا ويحكي له مواقفه، لكن كثيرا ما كان يؤتى به وقد شرب مسكرا. مره واثنين وثلاثه واربعه، فالنبي عليه الصلاه والسلام يامر بضربه بالجريده وبالحذاء او ما شابه ذلك، فسبه احد الاصحاب وهو يضربه، ما اكثر ما يؤتى به، لعنه الله او ما شابه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تلعنه، لا تعين الشيطان على اخيكم، انه يحب الله ورسوله. رغم انه عاصي ومتربص بالمعصيه. ليه بقى؟ لان هذا انما عصى لضعف نفسه، وهو لا يريد ان يعصي الله تبارك وتعالى، ويقاوم المعصيه ويقاوم الذنب. في ناس تقول كده يا شيخنا الله يرضى عنا وعنك، وحتى الان انا نفسي اصلي ومش عارف، ويبقى حزين من نفسي، بحس ان انا كسلان، بحس ان في حاجه بتمنعني، عايز اصوم ومش قادر، عايز اقرا القران. هو عنده الرغبه لكن نفسه ضعيفة أو هو أضعف. ما ده لا يلزمه الأصحاب. وعشان عايز صحبة. شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا تعينوا الشيطان على أخيكم.
هؤلاء أصحابه لو أنهم دعوا له بالمغفرة والرحمة وأنه يهديه الله ويذهب عنه هذه المعصية لكان أفضل من أن يلعنوه، أفضل من أن يلعنوه، لأنهم لعنه أنت بتعين الشيطان عليه، بتعين الشيطان عليه وبتتمنى له الفشل وتتمنى له الهلاك. لكن إذا دعوت له فأنت بتعين يعني بتعينه على نفسه الأمارة بالسوء وتجعله يعني يسعد بدعاء إخواني له، ولربما تبارك وتعالى يقبل دعاء إخوانه فيهديه. لكن الشخص اللي انت بتقول عليه ده عايز يصلي بس مش لاقي، عايز مش ليه؟ لأن هو معتمد على نفسه. ينقصه أمرين، الأول أن يتوجه لله تبارك وتعالى بالطلب والإلحاح أن يهديه الله. اثنين أنه يلزمه أن يصحب المؤمنين، يصحب من يذكره بالصلاة ويأخذ بيده للصلاة ويأخذ بيده للصيام ويأخذ بيده للطاعة ويأخذ بيده لمجالس العلم. لكن يبقى قاعد على القهوة اللي نفسه يصلي هو على القهوة، قاعد القهوة جار المسجد لا ما ينفعش، والمؤذن لا 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 يصلي الصلاة وهو لا، هذا ادعاء لابد. يعني إذا كان هو فعلا بيقول لك أنت مثلا كده يبقى أنت الواجب عليك كل صلاة تاخده من إيده. ولو قال لك مثلا طب استنى طب اخلص الحجر ده، طب مش طب انا هاجي وراك، طب اصل انا لسه عايز اتوضى، اصل انا مش عارف لابس الشراب والجزمه، خده في ايدك. في ناس فعلا شيخ الكريم الله يرضى عنه وعنك، الناس فعلا انواع، في واحد بس مستني تكه زقه بالظبط كده، وفي واحد معاند نسال الله العافيه يقول لك كنت عايز تخش الجنه على حسابي، يعني تقول لي تعالى صلي وانا اروح يعني حسابه وكانك ستعطى حسنات من جعبته هو. ده مسكين، ده كلنا نعطى من فضل الله سبحانه وتعالى، ان اعطي هو فهو من فضل الله، وان اعطيت انت فمن فضل الله، واحنا نملك ايه؟ وهذا مفهوم خاطئ من الناس. صحيح والله الواحد يسمع كلام يعني خدني على جناحك والكلام ده، والله يرحم زمان وايام زمان كلنا سمعنا هذا في ايام الشباب، كذلك كنت من قبل فمن الله عليك. ما تيجي نصلي يقول لك تصلي يا عم الشيخ الله يرحم، ده انت لسه من اسبوعين ثلاثه كنت وكنت وكنت، ويذكرك بالذنب والمعصيه. بس الخير في الانسان اللي هو محتاج التكه دي، ان هو مجرد بس ما يشوف عم الشيخ محمد الكردي ربنا يحفظه معدي ويقول له يا احمد ما تيجي معايا، طب يا شيخ حاضر، ويقوم ماشي معاه حتى لو على استحياء. في ناس كتير كده، وبعدين مره في مره لحد ما هو قلبه يحن ويلين وياتي هو الى المسجد بمفرده. بس يلزمني ويلزمك ان احنا نتابع مثل هذا، هذا محتاج للمتابعه. اصل ده حضرتك انت دلوقتي ايه، مجرد انت خدته بس كده المشوار ده، لو سبته هتتجاذبه الشياطين مره اخرى. انا مش بقول شيطان واحد، الشياطين، شياطين الانس ستتجاذبه مره اخرى، سواء كان بقى هواه، سواء كان نفسه الاماره بالسوء، معاصيه وماضيه، سواء كان اصحاب السوء، سواء كان صاحب القهوه، سواء كان مش عارف الى اخره، هيجذبه مره اخرى. لكن احنا محتاجين ان اي حد بالظبط كده زي ما عربيه الاسعاف بتشيل المصاب من الطريق، بتسلمه المستشفى بترميه على الباب وتمشي، ولا بتسلمه للمسعف اللي في المستشفى او للدكتور، الدكتور الدكتور او الطوارئ بتاخده وبتجهزه للطبيب، الطبيب بيجهزه لنخش اوضه العمليات، خش اوضه العمليات يجهزه لان هو يعمل عمليه، عمل له عمليه يخش الانعاش عشان خاطر يعني يتابعه. بعد كده بيبقى فيها فتره نقاهه وفتره متابعه وفتره اخذ ادويه. هو بالظبط كده الانسان البعيد عن طاعه الله تبارك وتعالى هو مريض، مرض قلبه، مرض فؤاده، مرض بدنه، يعني بعد عن طريق الله تبارك وتعالى. يلزم ان احنا نعمل له الاسعافات الاوليه وما بعدها وما بعدها الى ان نصل الى حاله الاستقرار الايماني عنده، خلاص يبقى كده. وبالذات اذا قدرت تخلق من هذا الفرد ان يكون داعيه لغيره، تساعده ان هو يدعو غيره بس مش لوحده. يعني حضرتك بعد ما خدته المسجد وخلاص داوم معاك على الصلاه وكده، طب روح لاصحابك بقى وانا جاي معاك. هو في فرق بين الداعيه او الذي يدعو الى الله عز وجل، وكلنا هذا الرجل، كلنا دعاء، كل جميع المسلمين، وفرق بين العالم الذي يتصدر الافتاء والعلم. لا لا احنا مش هنتصدر الافتاء ولا انما على الاقل خالص يكون داعيه الى الله عز وجل بالكلمه والموعظه. هو بس هيعرفك انت على اصحابه. يعني روح تعالى يا فلان، ده رحت صليت وانت الشيخ احمد، روح داخل بقى في الكلام، خد بالك، ياخد واحد يستل الثاني ويستل الثالث، الى ان تتحول جماعته الاولى واصحابه الاول الى اصحاب صالحين. يستبدل صديقك
إني كان لي قرين يقول إنك لي من المصدقين. شوف القضية قضية خطيرة جدا، يعني ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. جواذب، هذه كلها جواذب بتجذب الإنسان إلى المعصية. إن لم تجذبه أنت إلى الطاعة سيجد من يجذبه إلى المعصية، ولا بد من المتابعة. كثير من الناس بيخشوا المسجد ويداوموا شهر واثنين وثلاثة، شهر رمضان، بعد شهر رمضان تلاقيه ما بيجيش، واقف على النص قدامك وانت فايت عليه. اشوفك رمضان الجاي. طب ما تاخده في ايدك. صحيح. خده في ايدك، انت برضه مقصر في حقه. اللي في صالح وفي مصلح. نعم. زي ما في فاسد في مفسد. ففي صالح في نفسه لكنه ليس مصلحا لغيره. كما ان هناك من يدخن ولا يبتاع الدخان او يشرب سجاره، لكن تقول له هات سيجاره يقول لك لا 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 ما بلاش اكون انا سبب في اذيتك. ازاي المسلم يتحول من صالح في نفسه الى مصلح لغيره؟ نص القران على هذا. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. لن تكون مصلحا الا ان تتمسك بالكتاب، والا ان تتمسك بالصلاه التي هي الصلاه، تصليها بخشوع وخضوع بأركانها في أوقاتها في أماكنها التي حددها الله، عند ذلك ومع القرآن ستكون من المصلحين. أما إنك تخش المسجد وتصلي فقط مش هتبقى مصلح، لابد أن يكون هناك نوع من التعلم المستمر والاستفادة من أنوار القرآن الكريم ومن السنة النبوية حتى تستطيع أن تتحول من صالح في نفسك إلى مصلح لغيرك. هو ده الطبيعي. طبيعي ان انت زي بالظبط، هقول لك انا حاجه. ام يعني عندها 3 4 اولاد، كلما مرض طفل بتوديه للطبيب، الطبيب بيقول لها بعض الادويه، بدات تحفظ اسماء الادويه، بدات تحفظ صوره الحاله المرضيه، بدات تحفظ كده الى اخره، بقت دكتوره. كل ما تيجي صاحبتها تسالها عن حاجه او تتصل بيها بالتليفون تقول لها لا ادي له كذا اعملي كذا. هي ليه تحولت؟ لانها اعتنت بمساله التطبيب، مش مجرد راحت الدكتور وخدت الدواء واديته الواد وخلاص وانتهت. خدت بالك؟ لا، ده هي بقت بتحفظ وبتتابع مع الدكتور وتتابع حاله ابنها، بتحميه بتتابع حالته بتوكله بتتابع حالته عشان تعرف بالظبط مدى يعني الانتقال من الصحه الى الاصح. نفس الكلام، انت حينما تتابع الطاعات وتحفظ الآيات وتحفظ الأحاديث وتفهم ما يقال في الدرس وتفهم ما يقال في الخطبة وتحاول أن يعني تتقرب أو تقترب من العالم أو الداعية وتفهم منه وتتعلم منه، أنت طبيعي كده هتلاقي نفسك وانت ماشي وانت راكب وانت قاعد في البيت لا اعمل كذا عشان كذا حرام، ده حلال، ده كذا حرام، ده حلال. في واحد تاني هو يخش المسجد ويصلي ويمشي وخلاص، مالوش دعوة بأي حاجة تانية. ففرق كبير بين أن يعني تكتسب العلم وتكتسب المعرفة وتكتسب آثار الطاعات وبين أن تؤدي الطاعة دون ما النظر إلى كل هذا. إمتى ستكون مصلح؟ حينما يقول مولى عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل أجر الصالحين. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة وليس أدائها، إقامة الصلاة مع التمسك بالكتاب بصفة عامة، فإن هذا يؤدي بك إلى أن تكون مصلحا وليس صالحا فحسب. ما الفرق فضيلة الشيخ محمد بين إقامة الصلاة، إقامة الصلاة وأداء الصلاة؟ لأن حضرتك قلت إقامة الصلاة وليس أداء الزكاة، أكيد المعنى كبير. بلا شك. واحد بقى قوي يصلي، يعني واحدة مثلا أذن أذن، قوم يا فلان أصلي، حاضر، تخلص اللي في إيديها وتعمل ده وتعمل ده، بعد ما خلص كل حاجة انا داخل اصلي بقى حاجه تفكر فيها. انا داخل اصلي، هوب اتوضت، هوب رحت فرشه السجاده، تك 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 تك، خلاص صليت، هذا بتأدي الصلاه. اما الذي يقيم الصلاه فانه متى سمع النداء الله اكبر ترك ما في يده، اكبر، خلاص بقى كل اللي في ايدي ده اصغر، ما قيمه، ليس له قيمه، لا قيمه له، حط على جنب كده وعلى طول اقوم اتوضى، واتوضى بخشوع. هو انا بتوضى ليه؟ انا بتوضى عشان هقابل ربنا، بتهيأ سأقف بين يدي الله، لهذه المقابلة، أتهيأ لهذه المقابلة، زي كأنك بتتهيأ لمقابلة مثلا كبير أو شريف أو عظيم. ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى طبعا. بتغتسل وبتلبس أفضل ثياب وبتكوي هدومك وبتعمل وتسوي عشان تروح بس يعني تفوز بلقاء في عدة دقائق. فما بالك بمقابلة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان يتطهر
ويحسن التطهر، ثم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى بخشوع وخضوع، ويكبر الله تبارك وتعالى وينسى كل الدنيا، يتخيل وكأن الكعبة أمامه، وأنه يقف على الصراط، وكأن الجنة عن يمينه والنار عن يساره، والله من فوق رأسه يراه ويرقبه، وملك الموت وراء ظهره ينتظر متى يؤمر فيقبض، خد بالك. فهو يصلي صلاة مودع، يتدبر ما يقرأ من الفاتحة، ويستشعر أن الله يرد عليه في كل كلمة: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر الآية، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم يقرأ الآيات القرآنية ويتدبر ما يقرأ حتى وإن كانت قصار الصور، ثم يركع ويستشعر تعظيم الله تبارك وتعالى، فإن الركوع تعظيم لله تبارك وتعالى، واجعله فيه سبحان ربي العظيم، يستشعر تعظيمه لله وأنه العبد الذليل المنكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ويحمد الله من كل قلبي أن وفقه لهذه الصلاة، ووفقه للقيام بين يديه والركوع بين يديه، ثم يكبر فيسجد ويستشعر علو الله تبارك وتعالى فوق عرشه، وأنه العبد الذليل المنكسر، واضع جبهته على الأرض، معفر وجهه في الأرض، يقول: سبحان ربي الأعلى، وأنه أقرب ما يكون لربه وهو ساجد. وهكذا المعاني بقى دي في كل ركعة وفي كل سجدة وفي كل آية يقرأها وفي كل تسبيحة يسبحها، حتى إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله من التقصير الذي انتاب صلاته، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ثم يذكر الله تبارك وتعالى بما يسر الله له من قراءة آية الكرسي ومن التسبيح والتحميد والتكبير، فإذا فعل ذلك جبر صلاته وجبر ما كان نقصا في صلاته وتقبل الله صلاته. هذا إقامة للصلاة. أما الذي يؤدي الصلاة ينقرها نقر الغراب ثم ينتهي الأمر، فهذا ربما يكون بالضبط تماما زي من يقرأ القرآن. أنت ختمت كم ختمة؟ أقول لك ختمت 10 ختمات، ما فهمش حاجة. طيب ماذا، بماذا خرجت من هذه السورة؟ وبماذا خرجت من هذه السورة؟ وما الجديد في حياتك؟ وماذا تغير من حياتك بعدما قرأت هذا الخطاب الموجه لك من قبل الله تبارك وتعالى؟ إذا لم يكن هناك تغيير يا سيدي، فأنت كان همك أن تدرك آخر السورة، وهذا الهز كهز الشعر ليس مقصودا في تلاوة القرآن، بل المقصود قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى لابد وانت بتقرأ القرآن اذا تبادر الى ذهنك ان هذه الآية ربما تعارض هذه الآية، او ان هذه الآية يعني ربما اجد فيها خلافا لما قرأته في السورة دي، تقوم راجع للسورة الثانية تقرأ الآية وتتدبرها، وتقرأ دي وتتدبرها، او ترجع لكتاب التفسير، او تسأل اهل العلم فيذهب عنك ما تجد عند ذلك انت متدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. لكن تقرأ كده وانت مش مدرك، هذه إشكالية كبيرة جدا. حياة الطاعة، الإنسان يعيش حياة الطاعة، ما يكونش بهمه إن هو يجري ويلحق ويسقط الفريضة من عليه وخلاص، أو إن هو مستعجل. إحنا بناكل براحتنا خالص، بنشرب براحتنا خالص، من كل احتياجاتنا الحياتية واليومية. يعني في اللي بيقعد ياكل بالنص ساعة وربع ساعة ما شاء الله، ويقعد ياكل اللي يقول لك أنا باكل بالراحة وعشان أهضم وعشان الجهاز الهضمي. إشمعنى الصلاة الحاجة الوحيدة اللي كتير مننا، او ان الكثيرين منا الا من رحم ربنا عز وجل، هي اللي فيها يعني البعض ربما يصلي وركعات كانه ينقر الحب؟ لانك تجد على الطعام اعوانا ولا تجد للصلاه اعوانا للاسف الشديد. فانت تقوم بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاه، واذا بالشيطان ياتيك ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا مما كنت لا تذكره قبل الصلاه، ونفسك الاماره بالسوء والتي تريد ان تنام او تاكل او تشرب او تعبث او تلعب، ها تقول لك: يلا عجل حتى نستطيع ان يعني ندرك اكثر وقت او اطول وقت للنوم او للعب او ما شابه ذلك. وهواك وما تهواه، الزوجة، الاكل، الشرب، الخروج، كله هكذا. غير كده بقى مراتك تقول لك: يلا بقى خلص يا احمد عشان خاطر الاكل هيبرد، ماشي، ويلا عشان ايه نلحق نمشي، يلا عشان نلحق نعمل الزيارة دي، ويلا عشان، وهكذا. فانت لا تجد في الصلاة اعوانا.
لن تجد أعوانا إلا أن تكون أنت محبا للصلاة ومتمعنا فيما تقرأ وما تذكر وشاعرا بأنك بين يدي الله قائما بين يديه ناظرا إليه سبحانه وتعالى. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه فيها صعوبة، يعني أحدهم قال يعني قاومت قيام الليل أو قاومت نفسي على قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة، فنفسك لن تطاوعك على الطاعة، لن تطاوعك على الطاعة أي طاعة كانت إلا أن تقهرها وتلزمها وتكسرها. النفس عاملة زي حتى تطيع، عايزة تفطم بلا شك، وعايزة يعني يكون صاحبها أقوى منها. زي صيام أول يوم من رمضان كان صعب إزاي، وتاني يوم كان صعب شوية، وبعد كده لما دخلت على نص الشهر بقى الصيام سهل. وإيه بما أن حضرتك ذكرت الصيام، سؤال الأخت أمة الله، لعلنا أوشكنا على ختام هذه الفقرة اللي أنا مش عايزة تنتهي. ربنا يبارك، يحب وجودك معانا فضيلة الشيخ محمد الكردي، ويعلم الله أني أحبك من زمان مش من دلوقتي، يعني الله يرضى عنه وعنك. طبعا الأمر أن في بعض الأخوات أو الكثير من الأخوات بيبقى عليهم أيام من رمضان. نعم. والحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله الدهر صلى بمعنى العام كما تعلمنا. نعم. منكم. نعم. فهل هي يعني لو عليها أيام من رمضان تقضي أولا أم تصوم ستة أيام من شوال أولا شيخ الكريم؟ والله المسألة فيها خلاف، وكل فريق يقول بقول عنده أدلته. فالفريق الذي يقول هو يلزمها أن تصوم ستة من شوال لأنه لن تدرك إيه طول العام، أما ما عليها من رمضان فإنه يدرك طول العام، فعدة من أيام أخرى. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصوم ما عليها من رمضان في شعبان، يعني في شعبان المقبل، يعني قبل ما ينتهي إيه يعني العام كانت بتصوم ما عليها. وهذه بلا شك سمعت النبي عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. طيب الفريق الثاني بيقول من صام رمضان هل تحقق صيام رمضان كاملا لهذه المرأة أم لم يتحقق؟ إذا كان عليها أيام يبقى يلزمها أن تقضي الأيام الأول وبعدين تبقى تصوم ستة من شوال، خد بالك. وهذا يعني تضييق على الناس. اللي هو الرأي الثاني، ده أن هو لازم تصوم الأول عليها وبعدين تصوم ستة من شوال. هذا تضييق على النساء بالذات، يعني شوال لأن بعض النساء النساء بتحيض 10 أيام و11 يوم و12 يوم و13 يوم لمركبة الأولى، بتاخد برشام إلى آخره، عندها اضطراب في الهرمونات فبتطول. طب هي هتصوم بقى 11 12 يوم اللي عليها وبعدين تصوم 6 من شوال، يبقى كام كده يوم يا عم الحاج؟ صامت رمضان بعد 18 رمضان. يوم. طب أين حق زوجها إن كانت ذات زوج؟ يعني ده جوزها ممكن يطلقها يعني ولا حاجة، ولا يتخانق معاها كل يوم صايمة فيه؟ هيبقى صعب جدا. فنقول لها لا، صوم 6 من شوال ثم بعد ذلك إن استطعت أن تصومي بعضا مما عليك في شوال ثم بعد ذلك تستكملي في بقية العام لا شيء في ذلك. أنا أميل الرأي الثاني، الرأي الأول اللي هو أن تصوم الأول ستة من شوال ثم تصوم ما عليها بعد ذلك، إذا كانت لم تكن ذات زوج أو إن زوجها مسافر أو زوجها سمح لها بهذا الأمر لا بأس في ذلك، لا بأس. السيدة عائشة يعني في تعليلها لصيامها ما عليها من رمضان، تعلمون موقعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي لا تريد أن تكون أبدا في أي يوم من الأيام أن تكون قريبة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تقصر في حقه، وألا يريدها في وقت أو في يوم هي تكون مشغولة صلى بالصلاة. الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصيامها بقى عن أبوها، هل تعد برضو ستة؟ لا يصام، لا يصام عن الميت إلا ما كان صيام نذر أو صيام فريضة كان عليه و كان هيصوم في عدة من أيام أخر لكن عاجله الموت. يعني مريض مثلا، مرض يرجى برؤه ثم مات قبل أن يقضي، أو كان عليه صيام نذر، يبقى ساعتها كما قال النبي عليه وسلم في للمرأة التي سألت عن أبيها كان عليه الصيام أو أختها كان عليها الصيام، فقال أرأيت إن كان، عليه نذر أكنت كان عليه دين أكنت مؤديه؟ قالت بلى. فقال صلى الله عليه وسلم ودين الله أحق أن يؤدى. فصيام النذر وصيام الفريضة الذي كان يجب عليه أن يصوم لكن عجله الموت قبل أن يصومه لها أن تصوم عنه. أما صيام النفلة
فلا يعني أرى أنه يلزم هذا. نعم، ده سؤال الأخت أمة الله. طبعا شيخنا الحبيب الشيخ أحمد عبد الرحمن ربنا يديله الصحة، هو من الدعاة المنصورة، وأهل المنصورة دائما يعني نعم. أهل خير ما شاء الله، الشيخ مصطفى العدوي والشيخ حسان. نعم. وفي علماء مشايخ ودعاء جدد، يعني امبارح كان عندنا ما شاء الله شباب جمال وشيخ ما شاء الله المنصوره دي دايما منصوره، والدكتور عبد الرحمن الصاوي وغيرهم وغيرهم، واخونا الحبيب محمد الشيخ نعم برضه من الشباب المجتهدين. ده انا على ما اذكر الان، كان اهل المنصوره يبدو انها مفرخه للعلماء والدعاء، حتى من الشباب شيخ الكريم ببركه الدعاء اللي موجودين. وشيخنا الحبيب الشيخ احمد عبد الرحمن ذكرنا بهذا الحديث الذي انقطع عنه الاتصال فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فوجد بين ساريتين حبلا فقال ما هذا؟ قال انه لزينب، يعني تقوم الليل فاذا فترت تعلقت به، فقال حلوه ليصلي احدكم نشاطه، فان اصابه النعاس او الفتور فليرقد. نعم، فان الله لا يمل حتى تمل، ان الله لا يقطع عنكم ثوابه حتى تنقطعوا عن العمل. طب نستفيد سريعا ونحن في نهاية الفقرة فضيلة الشيخ محمد الكردي، نستفيد من الحديث الذي ذكرنا به الشيخ أحمد عبد الرحمن، لعله يريد أن يقول مثلا أن المسألة مش بكثرة المشقة، مش بكثرة بالزبط. العنت، أو مش بكثرة الصلاة، وإنما هي بحضور القلب. نعم. واستحضار عظمة رب العالمين بلا سبحانه شك. وتعالى بلا شك. هو يعني في رمضان أو في غير رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، لكن سيدة عائشة تقول كان يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن ولا حسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن ولا حسنهن، ثم يصلي ثلاثة صلى الله عليه وسلم. خدت حضرتك؟ فالمقصود هنا حسن الأداء، أداء العمل، وليس الكم والكثرة. خدت بالك؟ برضو الكم والكثرة ربما نحتاجها في وقت، يعني في رمضان نحتاج أن نكثر من الطاعات، نكثر من قيام الليل، نكثر من تلاوة القرآن، نكثر من الصدقة، يعني على غير عادتنا في بقية العام. لكن هذا لا يعني أبدا بحمل الأحوال أن الواحد يتكاسل تماما عن الطاعة، يقول لك لا بقى ملوش لازمة بقى القيام، يبقى احنا خلينا ايه بالراحة كده على نفسنا. لا، ليس هذا ولا ذاك. ربك رب قلوبهم ما تصليش مثلا. لا لا لا، خير الأمور الوسط. الوسط هنا السنة، نشوف سنة النبي عليه الصلاة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا في أول في أول رمضان وفي آخر رمضان وبعد رمضان لابد أن يعني نقوم بعمل نطيقه حتى لا نمل من أدائه والاستمرار عليه، وربنا سبحانه وتعالى قليل يتقبل. مستمر خير من كثير. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ محمد الكردي جزاك الله خيرا، وعيدكم مبارك. بارك الله فيك. نعم، وحضرتك طيب. بارك الله فيك، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا العيد عيدا مباركا على الامه الاسلاميه. امين. وان يرفع عنها الغمه. امين. فان الامه في حاله غمه شديده جدا جدا. دعاء. دعاء. ولا ارى ان هذه الغمه التي يعني وقعت على الامه الا بسبب معاصي وبعد هذه الدول كلها وبعد الامم للاسف عن اقامه شرع الله تبارك وتعالى وتحكيم دينه، وهذا والله نقمة عظيمة على الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وحد كلمتهم، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم. اللهم اهدي حكام المسلمين لإقامة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. معنا فاصل وسنعود إليكم بإذن الله تعالى، ومعي فضيل الشيخ متولي البراجيلي، فكونوا معنا ولعلها تكون الفقرة الأخيرة من فقرات العيد، فانتظرونا مشاهدينا الكرام. جاءنا العيد يا فرحة بالعيد جاء، والله أجزل بالعطاء، ذهب الظما شهر الدعاء، يا فرحة بالعيد جاء، عيد المحبة.